64 نائبا أدوا اليمين الدستورية بدلاء عن نواب التيار الصدري في جلسة الخميس الاستثنائية، فيما تغيب عن الحضور 9 منهم، بينهم 3 من أكبر الخاسرين ينتمون للكتلة الصدرية أيضا، رفضوا انضمامهم للمجلس تجاوبا مع دعوة السيد مقتدى الصدر للانسحاب من مجلس النواب رفضا لمبدأ تقاسم المناصب والمحاصصة. تم تغيير اليمين الدستوري للسادة وسادات النواب البدلاء، وإن شاء الله نعمل تشكيل حكومة في أقرب فرصة ممكنة، وراح نساهم بشكل فاعل في الإسراع والتعجيل بعملية تشكيل حكومة، لأن تأخرت كثيرا، وإحنا اليوم الوقت مو بصالحنا، والمجتمع والوضع السياسي محتاج إلى تشكيل حكومة جديدة توافقية. وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا التصويت على بعض التعديلات في النظام الداخلي لمجلس النواب في ظل تحديث عدد من اللجان النيابية وانشطار أخرى. تعديل النظام الداخلي كان المفروض يعدل قبل هذا اليوم، لأنه تم التصويت على اللجان ولم تعدل الفقرات الخاصة باللجان، فتم فصل بعض اللجان، فكان يجب هناك تعديل نظام داخلي تم التصويت عليه اليوم بجلسة مجلس النواب، وأيضا تم التصويت على تنفيذ قرار محكمة الاتحادية بعدم وشرعية وجود هيئة الرئاسة الموجودة في النظام الداخلي واستبدلت برئيس المجلس ونائبه. وبعد انتهاء أعمال الجلسة قررت رئاسة المجلس رفعها لحين انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان. أول جلسة نيابية تخلو من نواب التيار الصدري ومنذ عدة دورات بعد انسحابهم من مجلس النواب احتجاجا على استمرار التوافقية والمحاصصة الحزبية. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد.